مساء الخير، أنا غيدة مرزوب، واليوم أنا رح أنتقل معكم إلى برلين بألمانيا لحتى نحكي مع منتج ومخرج أمريكي لبناني واللي هو وليد مونس. وليد مساء الخير. مساء الخير، كيفي اليوم غيدة؟ أنا إنه عم نحكي معك لحتى نعرف الناس وحتى أتعرف بعد أنا أكثر على عملك، لأنه كثير من الأشخاص يمكن ما بيعرفوا إنه وليد منتج لأعمال غنائية، يمكن إذا فينا نقول ميوزك فيديوز، يعني لكثير نجوم كبار بأمريكا. انما ايضا انت خضت مؤخرا تجربه الفيتشر فيلم او الفيلم الروائي الطويل، ونقيت فيلم مع حقبه كثير مهمه بلبنان رح نحكي عنه بعد شوي، اللي هو 1982. بس خلينا نحكي شوي عن المرحله من وقت تركت لبنان ووقت رحت على امريكا. اوكي، ليش تركت لبنان بال 95 بعد خمس كرمال اعمل جامعه، اعمل ماسترز، بعدين بعد بظرف 5 سنين صرت بلوس انجلوس، وكنت ما كنت عارف اذا رح ضلني بلوس انجلوس او ارجع على لبنان. بس فجاه كل الاشياء زبطت وبلشت اشتغل بلوس انجلوس، فتت بالميوزك فيديوز وبالافلام بامريكا. اول فيلم عملته كان فيلم روائي بامريكا، بس مش كمخرج، كمنتج وكمونتور. عملت مونتاج يعني. وهيدا شو كان الفيلم وقتها؟ الفيلم اسمه كان كيتشن بريفليجز، فيلم مع بيتر سارسغارد اللي هو ممثل هلا كثير صار مشهور، وكان اول فيلم له بيعمله. وهيدا الفيلم رحنا فيه على مهرجان اسمه ساوث باي ساوث ويست بامريكا، ومن وقتها بلشوا الافلام تجي واحد ورا الثاني يعني. وبنفس الوقت بلشت شوي شوي فوت بعالم الميوزك فيديوز، يعني بلشت مع فنانين صغار وشوي شوي شوي كبرت. بعدين صرت اشتغل مع، يعني اول شيء عملته كبير كان الفيجوالز تبع الكونسرت تبع شاكيرا، بعد عملنا فيجوالز تبع الكونسرت تبع مادونا. بعدين بلشت اشتغلت مع جينيفر لوبيز، مع ريانا، مع ديفيد بوي، اني لينوكس، بالاخر كمان كيتي بيري، ومؤخرا كمان ليدي غاغا. شغل كذا مشاريع، يعني بعدة مشاريع مع عدة فنانين. يعني هون عم تحكي كمان وليد، يعني هذا لما عم نحكي اشخاص عم تشتغل معهم، يعني عم تحكي مع نجوم كتير كبار، يعني مش عم نحكي مثلا مع نجوم هلا مبلشين. لما عم تقول حتى ان كان عملت فيجوالز مثلا مع شاكيرا، مع مادونا، اشتغلت مع ديفيد بوي، مع اني لينوكس، غير ما نوصل مثلا بعدين اكيد للنجوم اللي صاروا بالسنوات الماضيه برعوا كثير، مثل كيتي بيري ومثل ليدي غاغا ايضا. بس هون لما بنحكي عن بداياتك، يعني هون كمان لما عم نحكي مادونا، لما عم نحكي شاكيرا كمان، كيف صارت الشغل معك وانت كيف بتكون على السات؟ يعني لما بنقول منتج شو بنعني مزبوط؟ شو بيكون شغلك على الارض؟ يعني شغلي كمنتج بامريكا، انا بشتغل شغلتي اكثر كانه كرييتيف دايركت، كرييتيف بروديوسر، يعني بشتغل كثير قريب مع المخرجين اللي بشتغل معهم. وشغلتي اساسيا هي توضيح الرؤيه تبع المخرجين، اللي بشتغل مع كثير مخرجين، مشان هيك عندي ريليشن شيبس كثير قويه مع مخرجين ودائما بشتغل معهم، لانه بنشتغل على رؤيه واثنيناتنا بنعرف انه شغلنا بده يوصلنا لهيدي الرؤيه. انا من ناحيتي كمنتج لاقي حلول كرييتيف، لاقي حلول تكنيكال، لاقي حلول براكتيكال، اضبط انسان ليقدر يصور هيدا الفيديو اللي بدنا اياه بهالطريقه، يلقط لنا هيدا الايمج بهي الطريقه، وكليته ديبيت تنوصل يعني. وانا من العالم اللي بلقط المشروع عاده من اوله لاخره، بقعد معه بالمونتاج لاخر تبكيله. أو كتير حلو وكتير بحب الشغل، شغل كفريق مع المخرجين التانيين. وهذا الشيء بنفس الوقت قواني كمنتج، بنفس الوقت قواني كمخرج. وأنا كوني درست إخراج، كان هذا الشيء كتير سهل، وكنت على أساس بدي فوت بالديركشن إخراج. بس مش دائما واحد، أنا بالنسبة لي مش دائما بدي أخرج أعمل إخراج. كيف كنت لقيت انه بنفس الوقت اذا كنت كرييتيف بروديوسر كنت عم بشتغل مقربا كثير على شيء كثير بحبه اللي هو الفن، والفورمال قصير اللي هي الميوزك فيديوز والدعايات. وكمان باي ذا واي عملت كثير دوكيومنتريز، ودوكيومنتريز كثير كثير نجحوا. ايه
سو so, بالنسبة لي هيدا اشتغل على البروجكتس القصيرة كان شيء كتير حلو لأنه دائما في تغيير ودائما في شيء أوريجينال ودائما في تشالنجز جديدة وهيدا بالنسبة لي هيدا الشيء أكثر شيء بحبه بشغلنا بهيدا العالم في إنه ما في نهار مثل التاني وما في مشكلة مثل التانية سو so, وهيدا الشيء يعني هون عم تحكي لما واحد بيفكر كمان عم تشتغل مع أكبر النجوم يعني هدول أشخاص حلم بالنسبة لكل الأشخاص كلنا يعني حتى نحن اللي منحبه ومنعشق السينما منعشق الموسيقى لما عم تذكر هيك فنانين كبار بيعتبر واحد أنه لما شخص منتج لبناني قدر يثبت نفسه هالقد مع مخرجين كبار ويتعامل مع أكبر الفنانين كمان بالعالم الموسيقى هيدا شغلة حلم كمان منا سهلة أبداً وليد تثبت نفسك قديش تحدي كبير كمان أي سو بالنسبة لي التشالنج هو بكل صراحة وقت بلشت بكير توضح لي شيء كتير أساسي بالشغل إنه تشتغل مع مادونا أو اشتغل مع ريانا أو مع ألي لانوكس أو مع ديفيد بوي اللي هو بالآخر بتوصل لمطرح إنه you're a professional يعني you're working وقت بكون عم تشتغل مع العالم عم تشتغل as an equal يعني أنا جزء من الفريق بصير وهن جزء من وأنا شغل سو بصير الكوميونيكيشن كتير طبيعي وكتير مهم إنه والشيء الحلو كتير وقتها تفهمي انه هن مزبوط مشهورين ومزبوط معروفين كتير بس كمان كتير مركنين من حالهم لدرجة انه عم بيحكوا معي كإيكول عم تحكي عادي مثلهم والشيء الرهيب والحلو اكتر بعد انه وقتها بتكتشفي قديش عندهم تواضع والشيء مثلا بشتغل مع اني لينكس بتعرف اسم كل انسان بالفريق تبعي as an equal ديفيد بوي نفس الشيء ليدي غاغا بتحترم الفريق تبعها بطريقه رهيبه انه حسيت انه بحس مثل كلياتنا عم نشتغل سوا عم نشتغل على جول واحد هيدا الشيء بصير هين بس بنفس الوقت الاصعب شيء هو انه تكسب الثقه اوكي وهيدا الشيء كثير مهم انه انا قدرت اكسب ثقه هدول الفنانين وهدول المخرجين وهيدا العالم ككل بكل صراحه لانه أنا ما بتلفن لحتى أعمل المشروع عادة بيجيني التلفون إذا أنا بقدر إذا أنا بدي أعمل مشروع ومن هالناحية بتحالي كتير محظوظ فعلا وهيدا بيجي عن وجود ثقة إنه أوكي بدنا هيدا الإنسان لأنه هيدا الإنسان بيقدر يجي يعملنا execution لهيدا المشروع بهالطريقة سو مثلا آخر بمشروع ليدي غاغا اشتغلت مع ترسام هو مش مخرج أنا مش شاغل معه بس هو بيعرف عنه وأنا بعرف عنه. وكان كوفيد وسيقبت بلوس أنجلوس عرفوا إنه أنا بلوس أنجلوس دغري رن تليفوني out of the blue وليد في هيك 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 مشروع منحب إذا فيك تعمله بتعمله ولا لا قلت له إنه أنا صار لي كان 3 سنين عم بشتغل على فيلم سينما سو برات العالم مزبوط من وجدت إجاني الخبر حتى أشتغل هذا المشروع سو بالنسبة لإلي it was كان شيء كتير حلو إنه بعدني موجود بهيدا العالم وعندنا القوة وعندنا نفس الاحترام بين الفنانين ايه I'm proud of this actually فعلا هيدا الشيء بكبر القلب يعني لما عم تقول هوني نحن هدول الأشخاص بنحلم نحضرهم on stage كيف لما شخص بيتعامل معهم وبيصير هو يعني peer لقلهم يعني قريب منهم عم يشتغل معهم بشكل يومي عم يشتغل معهم على عمل هني بيحبوه وبتشوف يعني شخصياتهم قديش متواضعة هيدا شيء أكيد قديش بيبسط يعني فعلا بنحس نحن أنه حالنا لو مثل ما عم بقلك بنكون نحن محظوظين إذا عم نحضرهم على المسرح فكيف إذا أنت عم تشتغل معهم يعني لحتى تعمل لهم هالفيديو كليبس لكل واحد منهم هو كمان من أهم الأمور من أهم الوسائل لقلهم لنجوميتهم كمان صح والشيء كتير حلو هو أنه أنت مثلا بالشغل مع ليدي غاغا اللي هو شيء عادة هي كتير 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 بتتدخل بالشغل فنيا بهيدا الفيديو بالضبط لما عملناه آخر شيء ما تدخلت فنيا بعتنا الأدت دغري إجا الأبروفل على الأدت بالتصوير presented the concept إيه إنه عطيتنا ثقة تامة لدرجة مش معقول وهيدا الشيء وقت بتشتغلي هيك مع فنان اللي بيحترم الرؤية تبع الشغل هيدا بعد احسن واحسن ونحن هيدا شيء شهدناه فعلا لما حضرناها باخر ميوزك كمان فيستيفال اللي عملته وقتها واشتغلت عليه هي بنشوف قديش فعلا هالشخص هي قديره بالاحترام لانه بكفي قديش تعاملت كيف تعاملت مع كل الناس وكيف جربت توصل الرساله لكل الناس اللي قاعدين ببيوتها
وحتى اللي بكفي لمحطة الماسك قال أنا بحط الماسك احتراما لإلكم، مش بس احتراما لإلي، أنا بحترم حالي وبحترمكم، مش هيك بحط الماسك. ما لازم حدا إنه يقول إنه يحس حاله offended إذا قال له واحد حط الماسك مشان ما تعطيني مثلا، لأنه للأسف هالمرض الموجود بقوة موجود وحقيقي. هون بدنا نحكي كمان يعني غير عالم الفن، خلينا بالأول الفرجي بس هيك مشهد كمان من ليدي غاغا من 911 اللي هو آخر كليب اشتغلته معه، وبنرجع منتابع. من بعد ما شفنا هالمقاطع من فيديو كليب ليدي غاغا، قديش كمان هيك مثلا ميوزك فيديو قديش بياخد وقت تصوير؟ يعني انت بتكون معهم على السيت من الاول للاخر، قديش تقريبا بياخد معهم تصوير؟ صح، هيدا الفيديو بالضبط اخذنا 4 أيام تصوير. 4 أيام وكله سوا بين ما تطلع الفكره وبين التصوير والمونتاج، قديش تقريبا الميوزك فيديو بياخد؟ بين الشهر والشهر ونص. اوكي يعني في مثلا اذا كان في كثير سبيشال افكتس عاده بكون 2-3 انه بس عاده بين شهر وشهر ونص مبدئيا. بس كمان حتى نربح الفيديو هو الشيء الصعب عاده، لانه اول شيء بكون في غير مخرجين وغير منتجين عم يشتغلوا كفرق يعني، وبنبعث الكونسبت ونحن بنقدم الكونسبت، نحن بدنا نعمل هيك. بالاخر في ريكورد ليبل، في الارتست، في المانجمنت، وكلهم بدهم ياخذوا القرار مع مين بدهم يشتغلوا اي كونسبت بالنسبه لهم، اكثر كونسبت ظابطه للفيديو. اكيد خلينا لانه بعد شوي بدنا نركز بالتفصيل على موضوع فيلم 1982، بس خلينا كمان نفرجي كمان مشهد من ميوزك فيديو لفنانه كمان هلا هيدي يعني معشوقه الجمهور هلا كله الشباب واللي بيحبوها كثير، اللي هي فنانه كيتي بيري. نتابع. يلا هلا رح نوقف وبنرجع. يلا ها صحة. يلا ها فاذا هلا رح نتابع. نحن مركزين عليه من الاول بدنا نحكي عنه، بس كنا تركينه لحتى نخلص، بس لحتى نعرف الناس عن عملك كمنتج بعالم الموسيقى والفن. الفيلم اللي هو اول فيتشر فيلم لك لبناني، كان من كتابتك واخراجك، وكان فيلم بيحكي عن حقبه كثير صعبه بحياه اللبنانيين اللي هي 1982 او سنه الاجتياح الاسرائيلي. كمان كيف كانت الشغل، كيف اشتغلت على هذا الفيلم لغايه صدوره؟ لانه الفيلم اشتغلت بلشت تصويره بال2017، ما هيك؟ صح، صورنا الفيلم ب 2017.
بس بلشت كتيبة الفيلم بال 2011. اوكي ما هو هيك لانه خاصة انه القصة كتير صعبة. القصة كتير صعبة وبالاخص انه قررت انه اعمل قصة صغيرة كبيرة مثل ما بقوله، يعني قصة بقلب مدرسة بقلب اطار معين بقلب وقت معين، حتى توقيت القصة منه كتير طويل، يعني بتبلش القصة الصبح الساعة 7 الصبح بتخلص القصة الساعة 2 بعد الظهر، وبنفس الوقت بتصير تعبري عن مش بس عن 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 بيسكلي 1982 كسنة كليتها بالنسبة لإلي بذهني موجودة بهيدا النهار بحياتي. صح. والقصة شوي مقتبسة عن أنا آخر نهار لإلي بالمدرسة بلبنان عن 1982. بعدين نحن تركنا لبنان بعد 3 جماع من مسار الاجتياح، وبكل صراحة كان أول مرة بحياتي بسمع ضرب هايل هالقد والطيران عم بقوس على بعضه، يعني كان نهار رهيب. سو كوني كان عمري 10 سنين وقتها هيدا الشيء انطبع بذاكرتي بكل صراحة وضلوا معي، وحسيت انه مع وقت التاريخ انه كمخرج لبناني بدي اقول قصة بالنسبة للي بتعبر عن انسانيتنا بنفس الوقت بتعبر عن تاريخنا، وبنفس الوقت ما بدي اياه يكون فيلم حرب قد ما بدي اياه يكون فيلم انساني، وبدي اياه يعبر عن شو نحن خامتنا كشعب، كل قديش نختلف عن بعضنا كشعب وقديش نشبه بعض كشعب. سو هيدا بالنسبه لي كان شيء كثير مهم حطه بهيدا الفيلم. وكوني عم بشتغل بهوليوود صار لي تقريبا شيء 20 سنه كتير مهم بالنسبة لإلي كيف أبرز الشعب اللبناني من خلال هيدا الفيلم ومن خلال السينما، لأنه بتتعبي بلبنان مش بلبنان بالعالم وقتها بتشوفي إنه التعبير عن الشخصيات اللي بتجي من لبنان أو من العالم العربي دائما بده يكونوا أو تيرورست أو شيء أو شيء أو شيء، وكتير قليل ينعمل فيلم يفرجينا كنحنا شو كإنسان عم بجرب يعيش من حب حياة منحب نتعلم وكل شيء، وهيدا شيء عم بغير الفكرة عن شو شو بدي أقول الستيريوتايب عم يكسر الستيريوتايب. مصبوط لأنه في كتير نمطية معينة، يعني كمان هيدا الشيء كتير هيك نرسم، يعني أنا نفس الشيء أنا ما بحياتي تركت لبنان قبل إلا وقت الاجتياح الإسرائيلي وقتها وتركنا رحنا على فرنسا، وبتذكر بعدني بتذكر النهار اللي صار سمعت القصف كنت كمان بالصف نفس الشيء وكنت كتير صغيرة نفس الشيء، إنه حسيت إنه هيدا الفترة اللي تخلتني أترك لبنان لأنه كان خلص الوضع كتير صعب. سو واحد كل واحد منا عن جد عنده ذكريات معينة بهالنهار ما حدا بينساها. لأنه عن جد هون أنت عيشنا إياها، لأنه كلنا نحن هيدا الجيل اللي نحن جيل الحرب منعيشه هيدا النهار ومنتذكره كيف كل واحد بيفكر منا إنه ياي بكرة ما في مدرسة أو إنه ياي إنه خايفين من الـ من الـ من الـ من الـ من الانفجارات أو من القصف اللي عم بيصير. بقى كمان هون انت كيف جمعت هالعلاقات الحب اذا فينا نقول بعلاقه حب صغيره بين اثنين صغار وعلاقه حب بين اثنين كبار مع ممثلين كبار وممثلين صغار بس باداء كبير كمان. صح. كيف قدرت تشتغل عليه؟ ليكي كان كثير واضح لإلي اهم شيء كنت اوصل لصراحه بالسيناريو، وهيدي الصراحه وصلت لها من خلال الاولاد اللي اشتغلت معهم لدرجه انه خليتهم يوثقوا فيي، صرت انا حسيت حالي مثلهم ومعهم، يعني حتى وقت الاخراج كنت وقت كنا عم نصور كثير قليل احكيهم انا واقف اقعد على الارض لاحكيهم جمعهم حوالي لاعطيهم الدايركشن. ليه؟ لانه ما كان بدي اياهم يحسوا انه انا مثل بيهم عم بحكيهم. وفي شيء تعلمته عن الاولاد من خلال مش هيدا الفيلم بس، والفيلم عملت فيلم قصير قبله كمان هيدا دغري الفيلم اللي هو الولاد عالمهم كامل. ايه. اوكي. كامل منه وفيه. ونحن ادلت عالمنا كامل. وقتها اذا ما بنفوت على الاوضة ومنشوف الولاد عم يشتغلوا مع بعضهم عم يتعاملوا مع بعضهم يتعاملوا بطريقة كتير 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 صريحة وكتير شو هن. صح. مجرد ما يفوت شخص كبير على الاوضة بيتغير نمط الولاد بيتغير كيف تصرفاتهم حتى مع بعضهم بتتغير لانه بيصيروا عارفين انه في ادلت عم يتطلع. وهيدا شيء كتير مهم بالنسبه لي بالفيلم اكسره.
مشان هيك وصلت لصراحة بعالم الأولاد اللي هو عندي عالمين، عالم الكبار اللي هو عالم مخنوق وأنجأ بيحكي، وعالم وعالم الصغار اللي هو عالم صريح وبعبر بلا ما يحكي كتير، بس بنفس طب يحكي بيحكي بصراحة. سو هيدول العالمين بالنسبة لي كان كتير مهم أبرزهم وأفصلهم عن بعض، والمطارح الصغيرة اللي بفوتوا ببعض they're very emotional صحيح. بس هيدا شيء كان كتير مهم. ولأوصل لهيدا الشيء كنت كتير محظوظ لأنه أخذت الممثلين اللي بدي إياهم للفيلم، يعني ما عندي ولا ريجريت على ولا ممثل، لأنه إداء كل الإداء حتى وبالنسبة لي بهيدا الفيلم ما في دور صغير، صح يعني كلهم كل ابطال بالفيلم. ايه مزبوط كلهم ابطال، كل شخص فيهم يعني في مثلا نجوم كبار مثل المخرجه والممثله نادين لبك الصديقه العزيزه اللي بتمثل بعيونها لحالهم، يعني هن بيحكوا. وانت كمان هون كمان انا قريت قبل اللقاء لك قلت انه ما قلت لهم للتلاميذ للولاد انه معلمتكم رح تكون نادين الا نهار التصوير. صح، قديش كانت مفاجأتهم كبيرة لأنه نادين ما في حدا ما بيعرفها. صح، كانوا كتير بضحكوا لأنه فاتت شو بلشوا هيك يهمسوا بين بعضهم كلياتهم ما شو نادين لبك لأخذ فعلا it was nice. بس هيدا كان كمان هيدا كان شيء كتير مهم كمان ليثبت وهرة نادين كم علمة you know ساعدت كتير بالديناميك بالصف انه يضلوا يحسوا هذا الانفصال انه ما يصيروا كتير اصحاب، مع انه مثلا كمان قوتهم للولاد صاروا هن مش بس they wanted to impress me they wanted to impress her بالمطرح مثلا، وهيدا شيء كان كتير حلو يعني وصار سمعوا الكلمة يعني. ايه ما هو هيك يعني، وخاصة نادين كانت وقتها عم تشتغل على كفرنحوم، وقفت يعني قبل ما تكفي كفرنحوم راحت بالفيلم معك يعني لتخلص. مزبوط كانت عم تعمل مونتاج كفرنحوم إيه. واخذت فاكانس. بس الشيء اللي كثير بالنسبه لإلي جابته نادين للشخصيه مس ياسمين اللي هي maternal instinct اللي هي عندها في عندها امومه is the right word يحس الامومه. مزبوط الامومه كثير بتحسيه بقوه بالفيلم، وهذا بالنسبه لإلي كان كثير مهم وكثير ساعد وكثير جابته نادين على الصف، يعني اللي هي بنفس الوقت الحيران بتحسي بحيران بتحسي بحب بتحسي بفزع بتحسي على حب عائلة على كليتهم هيدول وعبرتهم. ونادين من العالم اللي بتعرفي انه دايما في شيء عم بيصير ورا. مزبوط يعني. وبعدين هي نادين كأم يعني نادين عندها صبي وبنت وعندها وليد كمان صغير يعني كمان سو اكيد الاسم عزيز كمان. بس كمان يعني واختيار رودريك سليمان اللي هو عنده كاريزما كمان رهيبة الشكل، يعني هالممثل اللي بنحبه كتير والصديق كتير. وكمان عليا خالدي اللي بتلعب دور المديرة اللي كمان يعني كانت عم بتفرجي الخوف والرعبة وكل هدول القصص، يعني منشوف كلهم كيف تجمعوا بس منشوف الصغار كيف عم بيشوفوا الحياة بطريقة مختلفة، يعني الخوف تبع الحرب كيف عم بيشوفوه بطريقة تانية. يعني كمان قديش أخذ تصوير الفيلم ولا أنه الفيلم وين صار؟ ببرمانا تصور ببرمانا هاي سكول؟ ببرمانا هاي سكول ايه اللي هي المدرسة اللي أنا رحت عليها اللي هي المدرسة اللي صار فيها يعني الطريقة اللي عملت البلوكينج تبع كل ثلاثة أربع مشاهد شوي كتير قريبة من شو بتذكر. بالنسبة لإلي شو كان السؤال؟ غير أنا عم بحكي إنه رودريغو عليا بعليا خالدي بالأدوار تبعيتهم، وخاصة مثل ما قلت إنه لأنه كمان التصوير والمنطقة كلها سوا، يعني ومثل ما قلت يعني وقت الفيلم منه طويل، شو عم نحكي أيام وأيام من الصبح لبعد الظهر هيدي هي. صح، صورنا على فترة 27 يوم مع الأولاد. بس كانوا الأولاد يعني اشتغلت فترة شهر ونص مع الأولاد قبل التصوير، لدرجة إنه حتى خلال هيدا الشغل مع الأولاد تقريبا ثلاث أرباع المشاهد تبعهم رجعت انصاغت بكلامهم، ولدرجة إنه أعطيتهم ثقة إنه يقولوا لي إنه إذا شيء أنا عم بقول لهم إيه يقولوه بطريقة معينة يكونوا يحسوا حالهم مرتاحين يقولوا لي لا. إيه. وهيدا الشهر ونص ساعد كتير
ليقربوا على بعض كاصدقاء يعني. وقت وصلنا على التصوير كانوا اوريدي عملوا الكليكات، هيدا اللي بحب هيدي وهيدا المغروم بهيدي، كلهم هيدول القصص صاروا كانه بمدرسه عاده يعني، وهيدا شيء كثير ساعد بالفيلم. وعليا خالدي كان اول فيلم لها سينمائي بتعمله، وايه احنا بالتصوير انه في مطارح عليا هزتنا كومبليتلي. ورودريك امين بعرفه لرودريك، تعرفت عليه لرودريك كان براسي من قبل حتى للشخصيه. وبعدين وقت البيرنج بالنسبه لي كان كثير ناتشرال انه هو ونادين يعني، لانه رودريك بيلعب من هيدا، بيقدر يلعب هيدي الشخصيه اللي محروقه من جوا اللي مقبوطه شوي، وبين كثير هيدا الشيء بالفيلم. فاذا هون عم نشوف يعني كنا عن جد هالاداء الرائع مش بس للكبار انما للصغار، يعني عم نشوف عن جد نجوم نجوم صغار يعني، ان كان وسام وان كان مجيد وان كانت جوانا وان كانت عبير، كل واحده منهم او كل واحد منهم فرجينا عن جد انه هو ممثل لحاله عم بيبدع يعني. كيف عن جد اشتغلت معهم لتطلع منهم هالشيء، لانه كثير صعب واحد يشتغل مع اولاد. صح. ليكي كانوا لوين ما وصلنا على التصوير كان هين، المهم ياخذوا البريكات تبعهم. كان مجيد بريك، اوكي مجيد بريك. بس بكل صراحه وصلوا لمرحله مثلا بالاخص مجيد اللي هو غسان معلوف، انه مشاهده مع نادين تقريبا ارتجال. وهذا الشيء نحن عم نصور مجيد خلص هو ونادين بالصف وقتها بواجهها بقول لها مس بيروت عم تنقصر بقصه الازاز. انه في منهم هيدول في كم شغله كم فكره كانوا موجودين، بس بمطرح كان عم يرتجل مع نادين وكان شيء رائع بالنسبه لإلي كمخرج، وما كنا عم ناخذ كثير تيكس. بعدين في عندك المشهد مع مجيد مع زينة دماليرو مع امه بالسياره، بالنسبه اللي هو مشهد كثير 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 بعبر. وزينة لعبت دور ام لبنانيه حقيقيه كانت كثير حقيقيه مش معقول. وكيف الديناميك اللي كان وقتها بدها تقول له لمجيد ليش في حرب ليش ما في حرب، واسئلته لمجيد. صحيح هذا المشهد كثير بعدين من هالناحيه وقت اللي كنا عم نعمل كاستنج كمان له مع وسام، بس وسام اللي هو محمد دالي ما هيك الممثل، وجوانا هي غيا جيا ماضي وليليا حرقوس اللي هي لعبت عبير. اوكي وبكل صراحه وقت الشغل وقت الكاستنج انه بتعرف deep down inside بتعرف انه these are probably the people، بس كان عندي كذا عبير وكذا جوا. بس بتذكر اللحظه اللي شفته لوسام فيها، اجى محمد ضلي على الاوديشنز. بتذكر الاول لحظه شفته لمجيد اللي ما كان بده يمثل، بتذكر اول مره شفتها لجيا واول مره شفتها لليليا، انه بالنسبه لإلي كان شبه واضح تقريبا، مع انه شبه واضح انه قراب كثير لنشوف اذا بيقدروا يسيبوا الدور، وقدروا كلهم صابوا الدور بقوه يعني. صحيح. والفيلم حاز على جوائز عديده بالخارج، وهذا كمان الشغله الملفته انه مش دائما بيحصل الفيلم على جائزه نقاد وجائزه جمهور يعني كمان بنفس الوقت. كمان قصه كمان جولته على المهرجانات وحصوله على جوائز عديده، وهلا يعني شوي رجع شوي انعرض بالصالات بصاله واحده بلبنان، لانه مش قادرين يفتحوا كثير صالات بلبنان للاسف الشديد. كل هيدا كمان الداينامكس اللي كمان اللي صارت يعني للفيلم، مهرجانات وعرض بصاله بلبنان كمان، كيف كانت كمان؟ بكل صراحه المهرجانات كانوا رائعين. اول شيء مجرد انه ربحنا بتورونتو اول ما طلع الفيلم، ما حدا بيربح بتورونتو، انه شو؟ It was a very big surprise for us. كان شيء كثير مفاجئ. بعدين دغري بالمهرجان الثاني اللي رحنا على الجونة دغري أخذنا جائزة الفبراسكي اللي هي جائزة النقاد العالمية، وكنا أخذنا جائزة أحسن فيلم آسيوي. وثالث مهرجان أخذنا فيه جائزة جمهور. بالنسبة لي الفيلم عم يوصل للعالم، عم يوصل للعالم بطريقة كتير لذيذة، عم يوصل لليوث للشباب، وعم يوصل للكبار، وعم بقول لهم غير قصة للكبار وغير قصة للصغار. هيدا بالنسبة لإلي شيء كتير عنالي.
وكتير بالاخر يو نو صرنا بدنا الناس عارفين بلبنان ناطرين كان لازم ينزل بشباط حاله ما كانت منيحه قررنا انه بننزله بجون بعدين جاء الكوفيد بعدين قررنا بننزله باول اب فهو هيك كله هيك عم يتاخر للاسف ايه منيح اللي على القليل رجعت قدرته اخذ فرصه على القليل بالصادق كان كثير مهم كان كثير مهم انه نقدر ننزله للفيلم بكل صراحه وحكينا كثير انا والمنجين والموزعين تبع الفيلم بشرق الاوسط انه هل يا ترى بننزله للفيلم خلص قلت لهم الفيلم لازم ينزل اول شيء بعدين بشكل لانه الفيلم بالنسبه لي انا وقت عملته كفيلم توحيدي للشعب اللبناني مضبوط ورسالة مهدات للشعب اللبناني مهدات للشعب اللبناني وبالنسبة لإلي ونعمل الأفلام نحن حتى نجرب أنه بالأخص نعمل أفلام مثل هيدا اللي هو عم يحكي عن تاريخنا كرمال التاريخ ما يعيد نفسه صحيح حتى في اللي صار بأربع آب شوي بذكرنا أنه في بعض التاريخ عم بيعيد نفسه وهذا كثير وجعنا وعم بوجع كل العالم بكل صراحة وتقررنا القرار حتى نظهره للفيلم هو لأنه الفيلم بالنسبة لإلي توحيدي والفيلم بنفس الوقت في أمل مع كل شيء عم بيصير في لبنان في أمل والشيء اللذيذ إنه من بعد هلا بلشت تخلص الكوفيد بس ما بنعرف إذا رح تخلص يعني مجرد ما رجع تلعب بثلاث مهرجانات تغري أخذنا جوايز رجعنا صحيح وإن شاء الله كمان هلا يعني كمان في أشياء جاية على الطريق كمان مشاركات كمان قريبة إن شاء الله إذا الله راد يس بنشوف شو بيصير بس وبعدين يعني إن الله راد كمان هلا الفيلم بأول بآخر السنة وأول سنة الجاي كمان رح يبلش ينزل بأمريكا رح يبلش ينزل بفرنسا سو كليته هيدا هلا شوي شوي عم يشتغلوا بالصين سو عم يوصل شوي شوي على العالم للعالم هيدا الشيء اللي بدنا بنطمح له لأنه فيلم لبناني كمان بنوعية عالية لازم الناس كلها تشوفه خاصة إنه حقبة مهمة يعني عاش الشعب اللبناني لازم يشوفوا العالم عن جد شو عاش الشعب نحن عم نحضره مثلا أنا وجمال جوزي عم نفكر إنه عن جد شو قطع علينا أشياء يعني مصير نفكر عن جد كيف عشنا هون وكيف أهلنا ربونا بهالفترة الصعبة وهالحقبة الصعبة عن جد قديش صعب وما بدنا نرجع نعيش أولادنا بقى بهالظروف الصعبة خلصنا بقى إنه بدنا نخلص بقى صح بس في شغلة كتير مهمة بهيدا بالفيلم اللي جربت أعملها وبفتكر وصلت لأنه من وراء الرياكشن اللي عم بيخدها من العالم إنه في عالم عم تقول إيش بدي أشوف فيلم حرب هيدا مش فيلم حرب فيلم بعبر عن إنساني وفيلم بعبر عن طريقة اللي منحب فيها وفيلم بقول إنه مهما كان الفرق بيناتنا دائما في طريقه نحكي مع بعضنا لنوصل لشيء حلو سو هيدا شيء مسج بالنسبه لي كثير مهم يو نو بالاخص وهذا مسج عايزينه نحن بلبنان حتى نضلنا قوية لانه كشعب اللي مرقنا فيه يو نو وبنفس الوقت كان بدي ما يكون كثير ثقيل بدي يكون مظبوط هيدا الشيء المهضوم كمان اللي دخلته بقصه الانيميشن كمان تيجرون كمان مشاركته كمان بالانيميشن كمان كثير مهضومه ما راح اخبرهم ما رح نخبرهم الفيلم وأحداثه بس كمان مشاركة الأنيميشن بقلب الفيلم كانت كتير مهضومة كمان وعندها هيك كمان هيك شيء طابع مختلف كمان هذا شيء ما بنشوفه دايما سو أكيد كل التوفيق يا رب وليد لإلك بكل أعمالك إن كان على صعيد الإنتاج أو إن كان على صعيد الإخراج وناطرين كمان أفلام تانية عن لبنان أيضا كمان دائما إن شاء الله ناطرينهم وأكيد كل التوفيق بكل المهرجانات الجاية وبكل العروض بكل أنحاء العالم شكرا كثير لك. Thank you لألي. Thank you غيدة. ميرسي كثير ويعطيك ألف عافية وشكرا أكيد لمشاركتك معنا لحتى تحضروا هاللقاء مع المنتج والمخرج الأمريكي اللبناني وليد مونس فيكم تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لألي غيدة مجذوب وأنا بشوفكم بلقاء جديد.